إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدَ. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق
ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم هشام ابنة الحارث بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً سنتين أو سنةً وبضع سنة وما حفظت سورة قاف إلا من فيه يقرأ بها في خطبته كل جمعة أيها الكرام هذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله موعظة تذكير كلام الله من تدبره ومن عقله وعمل بما فيه عاش حياة هنية سعيدة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ختم الله هذه السورة بقوله سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد هذا هو كلام الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كلام الله كلما قرأته اطمأن قلبك وانشرح صدرك وحصلت السريرة وحصل السرور في سريرتك كلام الله كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه والله لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم إنك تناجي ربك إنك تتكلم بكلام الله عز وجل فأكثروا من تلاوته وأكثروا من تدبره كلام الله سبب من أعظم الأسباب لحصول النصر للمسلمين ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فذكر تفسير هذه الآية بكلام ماتع رائع نافع ثم قال واتسعت أرض الإسلام في مشارقها ومغاربها في عهد زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ثم ذكر جميع البلدان التي افتتحت في زمن عثمان وقال وذلك بسبب كثرة تلاوته للقرآن وجمعه للقرآن وحثه الناس على حفظ القرآن وتلاوته فكلما أكثرت من تلاوة القرآن حصل النصر للإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك أن نكون ممن يقرأ القرآن حق قراءته يتلون كتاب الله حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرأه ويعمل بما فيه ويتدبره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة
حيث أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغِنى. اللهم إنا نسألُك الإخلاص في القول والعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلِح لنا شأننا كلَّه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم وكن لإخواننا المستضعفين في أرض فلسطين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.